استعدادات مؤسساتية، بمعنى أنه بعد اجتماع المكتب السياسي كمؤسسة سيدة فوض رئيس الحزب يدير مشورات، درنا مشورات مع أحزاب سياسية كعينة، جبنا القوى الاشتراكية، رحنا الحماس، رحنا المستقبل، عينة من الأقطاب الثلاث بين الإسلامي الديمقراطي الوطني، ثم رحنا مع الحركة الجمعوية شفنا رأيها كمجتمع مدني، شفنا النقابات، ومن ثم مع قواعدنا وهو الأهم توجد جوانا شمال غرب وهران فولايات عديدة، يعني اليوم تزمزلت مرورنا بعدة ولايات سطيف وفهمت ولايات عديدة، شاورنا القيادات، أعطينا موقف الحزب، وسنجتمع في نهاية المشورات الأسبوع القادم بحول الله في العشر أيام هذه مع السيدة على الهيئة الناخبة، وبشكل مؤسساتي اللجنة المركزية السياسية للحزب ستأخذ قرار، لأنه حزب مؤسسات وموش حزب تاع أشخاص، فهو حزب مؤسسات، وسنصدر بكل ديمقراطية ونعطي بمقاربة علمية بمقاربة واقعية سياسية، ونعطي نشوف المترشحين نبني على مبررات سياسية اجتماعية اقتصادية، ونشوف المكتسبات الإنجازات ما يجب أن يكون. احنا لنا شك في إرادة الصديق رئيس الجمهورية، سنرى رئيس إذا يترشح نشوفوا الإنجازات نديروا تقييم ونشوفوا، احنا قادرين بنترشحوا ليش كان مش متروح، ولكن ترشح لمنصب رئيس الجمهورية هو التزام تجاه شعب، مسؤولية أمام الله وأمام مؤسسة الدولة. فحزب فاتي بالرغم 4 سنوات ونصف من التأسيس، ولكن أصبحنا الآن معادلة لنا صوت على كل الجبهات بالنسبة للشعب الجزائري وبالنسبة للمؤسسات، كسبنا التقدير والاحترام بالمواقف بالسلوك وبالعمل الديمقراطي المؤسساتي. إذن راح موش من حقنا نطالب العمل المؤسساتي داخل السلطات في إطار الفصل من السلطات، إن لم نكن نحن داخل الحزب نكون قدوة في الممارسة السياسية، وهذا ما يجب أن يكون. الآن الرقي العمل السياسي من خلال نخرج من الفولكلور والتهريج إلى العمل البناء مبني على الرأي والرأي المخالف، مبني على الديمقراطية وعلى المشورة، ونغلب مصلحة وطننا قبل كل شيء، لأن الحزب السياسي إلا وسيلة والغاية أو الوطن. شوف احنا قلناها لا احنا قلناها من الاول، قلنا الان بعد الجزائر ما بعد 2019 ليست قبل 2019، فيبدو ان نسينا البلاد في 2024. فادعو زملائي وزميلاتي من الطبقه السياسيه ان نكون في مستوى رهانات هذا الشعب وهذا الوطن، ففي نظري زمن الهرولة نحو التهريج قد ولت. الآن نخاطب العقول، أفكار، برامج، ورجال ونساء قادرين بكاريزما تاع الثوار، بالعلم، بالأخلاق، وبالرؤية، نفتح نقاش ونبلور الاختيار الأنسب الأصلح بالنسبة لنا. الآن العمل السياسي سلوكات ذهنيات يجب أن الجذب بحاجة إلى، شوف أنا ما نقول القديم ولا الجديد، أنا نقول سيادة عل الشعب، ونقول الآن حان الوقت إلى تسويق سياسي جديد بذهنية جديدة، وعلى الأحزاب أنها تنخرط مع هموم الشعب وتقترح من واقع الشعب حلول، ويكون صراع الأفكار والبرامج ومشي الهرولة نحو تملق، لأنه الشعب كارهة من هذه السلوكات، وهي اللي أدت نفور الشعب وعدم انخراطه في العملية السياسية للأحزاب السياسية، يعود لتصرفاتنا وأفعالنا. أنا أقول تصرفاتنا كمنظومة سياسية، أما حزب صوت الشعب فهو بريء من هذه التصرفات، وسلوكاتنا منذ التأسيس مبنية على العقل وعلى المبادئ والأخلاق والرؤية والإرادة تاع المناضلين اللي متواجدين في كل ولايات الوطن، فانتظرونا عازمون قادمون بنكون من المشهد السياسي الجديد مع طيبين وطيبات في هذا الوطن. والله لا فكرة عنصر الشباب في الفكر، ما عندناش احنا ما عندناش اشكال شباب مرأة رجل، عندنا مواطن جزائري واش قادر يقدم الوطن، كفاءته قدرته على التعبئة وتجنيد للصالح العام، فلسفة بسيطة يسيرة، يبقى العمل النضالي والعمل المؤسساتي بشكل منظم، بنعطوا رؤية جديدة في العمل السياسي، وهكذا ندعو من خلالكم إلى كل الشعب الجزائري بكل فئته، صوت الشعب يستاهل ثقة من أجل بناء مؤسسات قوية، وإحنا ما عندنا حتى إشكال، ما عندنا حتى عقدة مع أي طرف، يبقى برك أن من يخدم الجزائر رانا معه، اللي ينحرف على الطريق كن على يقين كما الشهداء سنكون بالمرصاد
كل ما واحد يقيس الوحدة الترابية أو جيشنا ولا يقيس أمنا ولا يقيس وحدتنا سننخرط في الصفوف الأمامية بدون المطالبة على المناصب والريع، لأننا هذه تجيبها عطيهنا الشعب كما عطاها الرئيس بعد 2019. ماذا بينا تكون الاستمرارية في السلوكات وتحسين السلوكات بها نحقق مطالب الشعب أثناء حراكه أن الجزائر دولة اجتماعية شعبية تحترم قيمنا هوية الإسلامية العربية الأمازيغية قولا وفعلا، وإحنا طرف سنساهم اقتداء بالشهداء الأوفياء والمجاهدين.